صحابك جديد في لاشين كي دايرين بخيرين لاباس عليكم كي دايرين مع هاد التخرميز اللي واقع دابا كورونا والتواشا وكفاه دراري عما ندير شي جيف واي في هادشي هادي محال غندير واحد جيف واي ولكن هاد جيف واي عنده دي كونديسيون غندير جيف واي بعدا على اول حاجة على اريكس 590 8 جيجا فات بوي اكس اف اكس الكارت جرافيك اللي كنت خدام بها ومازال خدامة غير انا ابغريديش دابا اول حاجه الدراري هذا الجيف واي عنده كونديسيون كونديسيون الاولى هو انه نوصلوا شاند نيمو 5000 فولوور ولا ابوني ولا كيف ما بغيتي تقولها غيكون عاوتاني واحد الجيف واي اخر غيكون واحد الجيف واي اخر الدراري في 10000 ابوني في نيمو اللي غندير عليه بي سي جيمر كامل يعني سي بي يو رام ديسك دور اس اس دي كارت جرافيك البواتي ديالو هو البواتي القديم اللي كان عندي سيستم هذا اللي غندير ليه الجيف واي ديال سي جيمر واللي كنت خدام به قبل ما ابغريد هذا هو باقي خدام تلعب به مزيان تستريمي به مزيان كلشي مزيان انا حيت الخدمه ديالي دابا كستريمر يعني ضروري خصني شي حاجه تولي تكون مجهده الكارت جرافيك غتكون الجيف واي ديالها على 5000 فولوور في نيمو تي في سلاش ابروكس غنحط لكم هي اون ديسكريبسيون سيرو ديرو فولو تماك بارطاجيو او ماكسيموم وغيكون عاوتاني تقلت لكم الجيف واي ديال سيستم بي سي جيمر غيكون 10000 ابوني هذا ما كان باقي ما رجعتش ليوتيوب بصفه عامه صراحه الا بغيت ما حد كنستريمي وبغيت اليوتيوب خاصي يعاونني شي واحد في المونتاج اللي كيشارجي اللايف يدير لي مونتاج حيت الا جيت نديرها انا راسي غتاخد الوقت بزاف وانا كنستريمي يوميا يعني 5 اور يوميا 5 اور تيليشارجي اللايف بقى خدام عليه خاص تفرج في 5 السوايع كلها تاخد لقطات لي زوينه المهم الشروط هما هادوك غنخلي لكم ليهم ديسكريبسيون بارطاجيو او ماكس يعني ربعوا البارطاج يلا كما كما بروكس نسوش ديروا لايك سبسكرايب و فولو في نيمو كان لايف فيديو ما تماك جويه الجو الواحد المهم كنستريمي لي جيمز ستوري جيمز واتش دوغز غنبدا نستريمي عاوتاني حتى الباتل رويالز نرجع لهم حيت هادي ما لعبتهم فوالا دونك تراو لي فراسكم بيس